رمضان كريم. اتكلمنا في بداية الحلقات على ان انت فعلا ممكن تخرج من رمضان جهازك المناعي افضل الاف المرات مما كان عليه قبل الصيام. المناعة ليها آلية في الشغل، مهم جدا ان انت تتعرف على آلية شغل المناعة عشان تعرف انت بتتعامل مع انهي جهاز. جهاز المناعة من اذكى الاجهزة اللي انت بتتعامل معاها، وجهاز اناني شوية. بمعنى ايه كلمة اناني؟ وقت ما بيشتغل بيبقى عايز كل اعضاء جسمك في فترة سكون وهو بس اللي شغال. المناعة عشان تعرف ان هي شغالة بتديني شوية اعراض، الاعراض اللي احنا بنخاف منها. درجة حرارة بتبقى عالية، لو في مشاكل في الجهاز الهضمي بتلاقي فيه ترجيع، بتلاقي فيه اسهال، بتلاقي فيه مشاكل في الجهاز الهضمي. همدان كتير، انت حاسس على طول ان انت جسمك همدان ومش قادر تمارس اي نوع من انواع النشاطات. سد شهية، شهيتك بتتقفل تماما اثناء فترة شغل المناعة. كحة، وجسمك بيبدأ يرفض لو عندك فيه فيروس او اصابة بكتيرية موجودة في الـ في الـ في الرئتين. كل دي آلية لشغل المناعة. الاساطير بتشتغل عكس كده. جدي وجدتك دايما تقول لك ايه؟ قوم اتحرك، قوم امشي وانت هتبقى كويس. يا عم كل، انت لو كلت صحتك هتيجي على الاكل. لا، عندك اسهال ناخد اي حاجه توقف الاسهال، عندك كحه ناخد اي حاجه توقف الكحه، خفض للحراره بنجري عليه على طول، مضادات حيويه بتشتغل بصوره عشوائيه. اي حاجه بتبوظ جهاز المناعه للاسف انت بتشتغل عليها في الفتره بتاعه الفايرنج او النشاط العالي للجهاز المناعي. سيادتك همدان عشان ده مش وقت شغل عضلات، مش وقت مشي ولا نشاطات ولا اي طاقه انت ممكن تبذلها. فبالتالي لو سمحت اسمع كلام جهازك المناعي ونام في السرير. رقم 2، ان شهيتك مسدودة، لان مش وقت دم يروح للجهاز الهضمي ولا وقت دم يروح للمعدة عشان تهضم ولا للامعاء عشان يحصل امتصاص. الدم كله رايح في اتجاه المناعة لمكافحة الاصابة اللي حصلت لك، سواء كانت اصابة بكتيرية او اصابة فيروسية. فبالتالي احترم جهازك المناعي وما تاكلش في الفترة دي. درجة الحرارة بتبقى عالية، البكتيريا والفيروسات دايما درجة الحرارة العالية مش بيئة مريحة بالنسبة لهم. لما بنشتري اكل بنغليه، لما بنحب نطهر حاجة بنحطها في درجة حرارة عالية، جسمك بيعمل كده بالظبط. فلما جسمك يخش المرحلة دي سيبه، بس تخليك دايما حذر من ان انت تخش في مراحل ان يحصل فيفر او حمى عالية. حمى فهنا ممكن المخ او الجهاز العصبي يتأثر، فلازم تاخد بالك من النقطة دي. غير كده مجرد شوية كمادات باردة عشان جسمك بس يبقى مرتاح وتعرف تنام. كل دي آلية من آليات شغل الجهاز المناعي، لازم تدي فرصة لجهازك المناعي أن يشتغل بالكافة إمكانياته وقوته. الكحة من ضمن الأعراض اللي بتثبت لي أن جهاز المناعي شغال كويس ولا لا. إصابة بكتيرية موجودة في الرئة، لازم الجسم يطرد البلغم اللي موجود جوه على طول باستمرار. البلغم ده بيبقى محمل بالبكتيريا اللي عملت لك المصيبة. نجري نجيب حاجات توقف الكحة ونسيب البكتيريا والبلغم موجود جوه وتخرج من الإصابة. أنا صدري مش مرتاح، أنا ما بقدرش أخد نفسي، أنا بطلع السلم ببقى تعبان، نشاطاتي ما بقتش قد كده، أنا لما باخد نفس كبير جسم رئتي بتقف عند حد معين وما بقدرش أعمل أكتر من كده. كل ده بسبب سيادتك اللي عملته وقت إصابتك بالبكتيريا ولسه في إصابة موجودة جوه. تعلم إزاي تتنفس، تعلم إزاي تجبر جهازك المناعي أنه يشتغل بصورة كويسة ويجبر أن البكتيريا يتم طردها من الرئتين وتخرج مع البلغم. اتعود ازاي، حتى تعود جسمك عن طريق الخبطات المتصلة على الرئتين او على ظهرك، فده بيجبر الجسم ان هو يفقد بلغم بصورة كبيرة جدا، فبالتالي هتكح وتفقد القصة دي. دور على موسعات الشعب، شم نعناع، جيب نعناع واغليه وشمه، ده بيوسع الشعب بصورة كبيرة جدا ومفيد جدا في فترة الاصابة بتاعة البكتيريا. بنجري على المضادات الحيوية. المضادات الحيوية دي جهاز مناعي صناعي. لما سيادتك بتروح تاخد المضادات الحيوية عشان تقتل اي اصابة بكتيرية، المضاد الحيوي بيقول للجهاز المناعي اوقف انت، انا شغال. لما بتعطل جهازك المناعي مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، وقت الاصابة العنيفة اللي اصلا المضادات الحيوية ما بتقدرش تعمل معها حاجة، جهازك المناعي نايم في الخط وللأسف ما بنقدرش نعليه في الوقت الاصابة المشكلة. الفيروسات مش كائنات حية، يعني الفيروسات ما بتموتش. الفيروس ما بناخدلوش مضاد حيوي، فالفيروس محتاج جهاز مناعي قوي جدا عشان يفضل متعرف عليه. فسيادتك طول ما بيجيلك التهاب في اللوز، بيجيلك مشاكل وصديد وتاخد مضادات حيوية وبتبدأ تقعد جهازك المناعي، وقت الإصابة الفيروسية مش هتلاقي حاجة ممكن تسعفك. تعلمت ازاي تتعامل مع جهازك المناعي، تعلمت ازاي تدعمه،
عن طريق التغذية وعن طريق ممارسة النشاطات انت ممكن تبقى في حتة تانية خالص.